أول شيء أعرف نفسي فيصل بن حريز، مدية الأخبار السياسية في قناة سكاي نيوز عربية. بداية أنا أشكر نادي دبي للصحافة، هذا النادي المعتز فيه ونعتبر أنفسنا جزء من هذا النادي الجميل واللي دائما ما يحتوي المواهب والخبرات الخاصة بالإعلام والثقافة والأدب. طبعا موضوع جدا مهم هو الإعلام الجديد وتأثيره وتأثر الشباب به، هذا موضوع جدا مهم تناقشنا من خلال هذه الحلقة الرمضانية على تأثير هذه الوسائل الجديدة ومنصات الأخبار الجديدة، وأيضا دور وسائل الإعلام التقليدية في مجابهة السرعة واستقطاب وسائل الإعلام الجديدة لهذه للمتابعين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وسحب البساط ربما خلال المرحلة القادمة. التحدي كبير بين وسائل الإعلام التقليدية والإعلام الجديد، أعتقد أن الكفة راح تكون لصالح الإعلام الجديد وأن طير تويتر راح يحلق عالياً.